ماما. لا بابا. ام براسها ما عرفش بابا فيمش. لا عارفين البارح رابط في الصالون. مولف هو الى تعصب كاع كي بات في البيت ديال علان. خرج من الدار كاع. مخا وفيك يتخاصموا مع حتى واحد ما كيخوي لا شونغ ديالو. ماما دابا بابا باغي يتصالح مع مامي. دابا بقات واش ماما غتصالح مع بابا؟ دابا ها ماما تصالحات مع بابا ومامي تصالحات حتى هي مع بابا. لميمه ومامي واش ما غيبقاوش مخاصمين غيتصالحوا؟ علال اشنو ليه في هذا الشيء؟ علال مع من خاصم؟ انا ما بقيتش فاهم. عمر كل اسكت كل. الله يا يا بسم الله. المشكل ديالنا هو هاد كل وسكت. المشكل في هاد الدار هو انه كاين خلل كبير، ما كاينش التواصل والحوار والنقاش. الخلل هو اللي فيك انت، فيكم كلكم، مخليين المسائل اللي تنفعكم ومدينها في التخربيق ديال الكبار. ديوها في قرايتكم. المشكل ديال بابا رانيا وصافي. دابا اسمعوا كلام جداتكم، سكتوا كلوا سكتوا. انا راه الا تعصبت راه ينوض ليا بنادم في وجهي. شوفي هذيك الدرش، هذه راه بالاعصاب المهم، شتيها؟ هي بالاعصاب، كتشوفوها ولا لا؟ هذه راه كاميرا، راه نقدر نصور كل شيء، كاميرا هذه، راه شويه ينوض ليا بنادم انا في وجهي. سكتوا، سكتوا، طلعوا لبيتكم تنعسوا، النحله علاش دايره انا باش نبدا نطلع لبيتكم؟ صافي! مسمن ما طايبش مزيان، مسمن ما. هادشي هذا راه حنا ما عمرنا غنساوه. عرفتوا علاش ما عمرنا غنساو؟ لان الماضي لا يموت.